السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني كفاءات أردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة فارسة من فارسات هذا الوطن ونشمية من نشام هذا الوطن، وهي سعادة الدكتورة حنان بيدس، صاحبة صيدلية كابيتال في الدوار الثالث. بداية أكيد دكتورة الصيدلانية حنان بيدس، بداية نرحب فيك برنامجنا الوطني ونحكي لك مساء الخير. أهلا مساء النور. نعم دكتورة حنان، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع ولك الباع الطويل والخبرة. حابين أعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك المهنية في هذا القطاع، تفضل. مساء الخير، أنا حنان بيدس، خريجة كلية الصيدلة جامعة الأردنية، خلصت بال 2013، بعدين اشتغلت مع شركة أبوتي نيوتريشن مدة 5 سنين ونص، كنت مع دكاترة أمراض الدم ودكاترة الأطفال. بعدين تركت الشركة قبل سنة وطلعت اني افتح ارجع لتخصصي اللي هو الصيدلة، ودورت دورت على مواقع لحد ما لقيت توفقت بهذا الموقع. وصيدليتي كابيتال عمرها شهرين. ان شاء الله يا رب يعني نكبر فيها لحد ما ان شاء الله بنفتح بدوار الثالث رابع خامس، ان شاء الله نشوف مناطق. ان شاء الله سلسلة تسلم. شكرا كلك. نعم اكيد اتمنى لك التوفيق. اكيد يعني دكتورة حنان، نتحدث الان عن ابرز خدمات صيدلية كابيتال. هلأ حضرتك عارف كونها صيدلية جديدة عم نحاول نأسس فيها من المستودعات، من ناحية البضاعة، من ناحية حليب متوفر فيها، أشياء الكوزماتيكس، الأدوية في كل أنواعها، الأجهزة الطبية هلأ عم نحاول إنه نجيبها. وبدنا نشوف كيف إن شاء الله منتطلع، خاصة إنه بعلاقاتي مع دكاترة الأطفال نشوف مبدئيا دكاترة الأطفال إيش ممكن يساعدونا بشغل مطاعيم وأدوية، يعني كيف ممكن لقدام إن شاء الله نكبر فيها للصيدلية. نعم نتحدث عن التعامل. أكيد تتعاملوا مع السوق المحلي بالنسبة لقطاع الأدوية، تفضل. أكيد طبعا نحن بنتعامل مع القطاع المحلي، بنتعامل مع القطاع الخاص، حتى يعني عم نشوف حوالينا زي ما انت عارف في عنا كادبي اللي هو المعهد الملكي للسلاح، عم نحاول نشوف اذا بنقدر ناخذ منهم تأمينات، نشوف ايش يعني عم نستنى منهم البروسيس، نشوف لوين رح توصل معاهم. في حوالينا شركات، عارف انه نحن منطقة سياحية، منطقة فنادق، حوالينا حياة عمان، اللاند مارك، كتير عم بتطرع على الصيدلية أجانب. عم نحاول إنه دائما نوفر الأشياء اللي بيحتاجوها الفنادق، الأشياء الكوزماتيكس الصغيرة، التوث بيست، معجين الأسنان الصغيرة، هاي دائما إنها تكون موجودة بالصيدلية. نعم كيف بتشوفي دكتورة أيضا القطاع السياحي في الأردن بالنسبة للقطاع الصيدلي؟ هلأ صراحة هلأ هاي فترة كونه نحنا بالصيف عم نشوف كتير سياح، جنسيات أنا ما كنت أتعامل معاها من قبل، عم بلاحظ إنه هي موجودة عنا بالأردن. من ناحية روس، أوكرانيين، أجانب، أمريكان، كنديين، جميع الجنسيات. أيوة بالضبط. فهلأ إن شاء الله يعني متأمل إنه ما يخف الحركة، لأنه شوي هلأ الدنيا عم بتبرد، عم تبلش المدارس. بس من ناحية سياحة أنا بلاحظ إنه دائما الصيدلية معتمدة على المغتربين. أكيد نعم. نعم دكتورة، نتحدث الآن عن تطور هذا القطاع، القطاع الصيدلي في الأردن، كيف بتشوفي هذا التطور الملحوظ في الآونة الأخيرة؟ هلأ من ناحية قطاع الصيدلية أنا أول شيء كنت كتير متخوفة من موضوع إنه أفتح صيدلية بهذا الوقت، إنه الشين فارماسي كتير هي عم تكسح السوق. بس بالآخر هو بيعتمد على موقع الصيدلية وبيعتمد على الكونكشن، العلاقة بين الصيدلاني وبين الزبون اللي هو بفوت، وبيعتمد كمان على الكونكشن اللي هي حوالينا، يعني زي ما قلت لك نروح شركات، نروح الفنادق، نحاول نعرفهم بوجودنا يعني. نعم اكيد دكتور، اكيد انتم اكيد بموقع مهم في الاردن، الدوار الثالث اكيد، يعني فنادق اكيد، ككل القطاعات اكيد سياحيه، وايضا القطاعات الاخرى من ناحيه ايضا سياح موجوده داخل هذه المنطقه، ونحكي بهذه المنطقه بشكل عام. دكتوره اكيد دائما وابدا لك طموحات، لك رؤيه مستقبليه، ما هي طموحاتك سعاده الدكتوره حنان بيدس؟ هلا طموحات، اول شيء انه اسس هاي كثير منيح، يصير لها الدخل والشيء اللي انا بطمح له فيها، انه يصيروا الناس يعرفوا انه هنا في صيدلانيه حنان، في الناس اللي معاها، التيم اللي معاها، انهم ناس قادرين يعملوا كونسلنج بطريقه صح للمرضى. كل احتياجات الصيدليه بالنسبه للناس متوفره فيها،
ان شاء الله بعد ما اسسها ويكون في لها يعني خلص هاي صارت ويل استابليشد باذن الله راح افتح يعني فرع ثاني اذا توفقت بموقع زي موقعي هون. ان شاء الله يا رب، اتمنى لك توفيق والنجاح. تسلم كل الجزاء. اكيد الله يسعدك. يعني رسالتك الان لجيل الشابات فارسات التغيير اكيد اللي بتجوا لهذا القطاع الصيدلي من ناحيه خريجون، شو بتحب توجه لهم رساله قبل الوصول الى هذا القطاع لكل خريجه وخريجه؟ هلا انا بحب من اي حدا، انا كوني اشتغلت ميديكال ريب مندوبه مبيعات لشركه ابوتي نيوتريشن، كثير هذا الشيء فادني كونكشن هلا بصيدليتي من ناحيه الدكاتره، من ناحيه انه اذا مر حدا وسالني انه ايش بتنصحينا بدكتور، ايش بتنصحينا بدواء بشيء زي هيك، قادره اني افيدهم بالمجال اللي انا كنت اشتغل فيه. نعم. فبنصح انه يكون في عندهم على القليله انهم يعني منخرطين بهذا الفيلد اللي هو الميديكال فيلد، بعدين يفتحوا الاون بزنس تبعهم. نعم جميل. نعم دكتوره اكيد حنان، دائما ابدا نحكي لجيل الشباب والشابات، من صار على الدرب وصل ولكل مجتهد نصيب. انا بضم صوتي الى صوتك ايضا. دكتوره قبل نهايه البرنامج اكيد لمين بتحب توجهي رساله لكل جهه دعمتك للوصول الى صيدليه كابيتال؟ صراحة في أنا معي شريكين هم يعني كانوا سبب صراحة نجاحي. نعم. وهم اللي دعموني كون أنا زي ما قلت لك إنه خلفيتي هي نيوتريشن تغذية أكثر من إنه صيدلة، فهم الاثنين صيادلة هم اللي ساعدوني، وأكيد أهلي الدعم المادي منهم لأنه صيدلية زي هيك إنه يعني ولبنت بعمري كلفتني رقم أنا ما بقدر لحالي كنت أوفره للأسف. نعم. فكمان أهلي يعني بقول لهم شكرا إنهم ساعدوني وقفوا معي. أكيد الله يحفظهم ويخلي لك هذه الأسرة الرائعة. أكيد بحضورك أيضا معنا بهذا اللقاء. دكتورة قبل نهاية البرنامج دائما وأبدا أكيد بنوجه رسالة أكيد لجلالة الملكة رانيا، لها دور مهم أكيد في دعم المرأة أكيد من ناحية نشاطات اجتماعية ثقافية إنسانية أيضا. لو حالفك الحظ وتقابلت مع جلالة الملكة رانيا وأنت فارس من فارسات هذا الوطن ونشمي من نشام هذا الوطن، شو بتحب توجهي لها رسالة عبر هذه الشاشة المايك معك والكاميرا أمامك؟ طبعا بعد ما أخذ معها سيلفي ممكن إنه يعني أطلب منها تدعم الصيدليات اللي هي الصيدليات الفرعية اللي حالها مش بس التشين فارماسي، لأنه نحن يعني كتير بكير علينا إن شاء الله يا رب كل حدا يوصل فينا، بس نحن كتير بكير علينا إنه نفتح التشين الكبار اللي هم يعني أعداد كبيرة من الصيدليات. فبتمنى إنه يكون في توجه يعني إشي يدعمنا، إشي يدعمنا يكون في لو كلمة منها، لأنه هي كتير يعني قريبة من القلب وكتير ناس كلمتها رح توصل لقلوبهم، فيعني بتمنى إنه يكون الدعم للصيدليات الفرعية. نعم أكيد تمنيت لكم بالتوفيق والنجاح. أكيد إحنا انتهت أسئلتنا أكيد دكتورة، إحنا نتمنى لك التوفيق والنجاح أكيد، وبنشكر أكيد زميلتك أيضا إسراء أكيد. أكيد هي أكيد نحكي المساعدة أكيد في هذا بهذه الصيدلية أكيد. نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإن شاء الله دائما للأمام. كلك ذوق وشكرا لك، شكرا لحضوركم، شكرا إنكم انتبهتوا للصيدلية. أكيد أكيد نشكر دعمكم أيضا للبرنامج هذا ولهذه المؤسسة، مؤسسة ذوق الرفيع لبرنامج كفاءات أردنية من الدوار الثالث. أعزائي المشاهدين الكرام، من سعادة الدكتورة الصيدلانية حنان بيدس وهي نشمي من نشام هذا الوطن وفارس من فرسان التغيير، الله يعطيك العافية ونشكر جهودك مرة أخرى لدعمك لهذا البرنامج. شكرا شكرا لك، يعطيكم العافية.